تهتم الحرية تفدى بالدم، يا شهيد لا تهتم الحرية تفدى بالدم، قوم سوريا مصر. نداءات مختلفة وشعارات متنوعة رفعت أمام مقر الإذاعة بصفاقس تنادي بالتمسك بالهوية العربية الإسلامية وتدعو المصريين إلى التمسك بالشرعية وإقالة الرئيس الانتقالي وعودة الرئيس المنتخب محمد مرسي خلال وقفة احتجاجية عشية الأحداث أمام مقر الحرس الجمهوري في مصر. وهذه الوقفة هي مساندة من تونس لأخوتنا الثوار في مصر، وإن شاء الله ربي ينصرهم في ثورتهم وربي يعزم على كل منقلب وعلى كل عميل وعلى كل خائن لهذه الثورة ولهالمشروع العربي الإسلامي. أنا كمسلم مسلم سني أطلب من أمة الإسلامية أن توحد الصف وتوحد الكلمة لنصرة الله ونصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنصر آت لا ريب فيه، وأن الله معنا ونحن من الصابرين، وإن شاء الله النصر قريب للإسلام والمسلمين. تحيا تونس، تحيا الإسلام، تحيا الأمة العربية والمسلمة. اللقاء وقع في مصر يمسنا الكل كمسلمين، معناه المجزرة اللي قاموا بها اليوم تمسنا كمسلمين، دمنا يغلي لأنه دماء طاهرة معناها سكبت في الشوارع، وهذا مش معقول. مش معقول أنه معناها يستخدموا عسكر مسلم باش معناها يصفي إخوانه المسلمين، فهذا دليل على أنه نرفض حكم العسكر، نرفض ما يجري في مصر، ندعو إلى العودة إلى الشرعية، ندعو إلى العودة إلى طاولات المفاوضات بدل استعمال السلاح. يحب يقول للشعب المصري اللي احنا رونا معاهم دم والحم فهمت الله وبرواحنا وبقلوبنا، وندعو لهم ليل ونهار إن شاء الله في الشر هذا المبارك العظيم شر النصر، ربي إن شاء الله يثبتهم وربي ينصرهم وربي ينزل رحمته عليهم إن شاء الله ويرزقهم ربي الصبر وربي يهلك أعدائهم من الداخل والخارج. المشاركون في هذه الوقفة هم عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية ورابطات حماية الثورة، ممن دأبوا على أن يكون لهم موقف ويحرصون على إسماعه. الشعب المسلم 1,200,000 مسلم معاك، يدعون لك في كل صلاة، وبهذه المناسبة والشرف الفضيل بإذن الله سيعود مرسي إلى الرئاسة، والحمد لله والشكر لله. بحكم الأحداث اللي صارت معناها قبل 3 أيام واليوم، نحب نقول لهم راهو بإذن تمسكوا بالشرعية معناها متاع الرئيس مرسي، وبإذن الله إن شاء الله ربي ينصرهم. ونقول اللي عملوا الجيش الانقلاب هذايا راهو خيانة عظمى وكبرى بالنسبة لنا احنا كالشعب التونسي، وبالنسبة لنا كالشعوب اللي قامت فيها الثورات العربية، وإن شاء الله بإذن الله ربي ينصرهم، والتاريخ بإذن الله مش يسجل الخيانة هذه، معناها مش باش تتعدى هكاكا. نحن نساند الرئيس الذي أحيط به من طرف الجيش الرئيس مرسي، نحن معكم جميعا دما وفكرا وجهادا وكل ما تعنيه الكلمة، نحن معكم أيها الشعب المصري. اللي صار في مصر هو انقلاب، سواء سميه انقلاب معناها عسكري ولا انقلاب معناها مدع من عامة الناس، ولكن هو في الأخير انقلاب على الشرعية، لأن إذا ما نتحكموش للشرعية والانتخابات شنو مش يكون، شنو هو المصير الآخر، شنو هو الفوضى. وبالتالي معناها ندعو في تونس كل الأحزاب خاصة التونسية إلى التنديد فورا والنزول إلى الشارع وتعبير مع رفضهم للانقلاب ودعوة لإعادة الشرعية بالطرق السلمية. ويبقى الوضع المصري مرشحا لعديد المواقف في الشارع وفي أروقة الأحزاب.